عقدت اللجنة التيسيرية لتطوير القاهرة التاريخية برئاسة محافظ القاهرة اجتماعاً لمتابعة إجراءات تطوير المنطقة لإحياء القاهرة التاريخية. ناقش الاجتماع الخطط التنفيذية والبرنامج الزمني لمشروع التطوير وعملية التنسيق بين الجهات المعنية، حيث أكد محافظ القاهرة أن الرؤية العامة للمشروع تقوم على حفظ وتحسين النشاط الاجتماعي والاقتصادي للنسيج العمراني وتكوين مقصد سياحي تاريخي جديد للقاهرة. We'll be right back.